عليهم ضربة مروحة بالبيت وراحت وحدة من عيونه. هو الكبير ابن الكبير. ويشتغل خطيه يشتغل بس في عيلة. اي والله هو خطيه حمله كلش ثقيل، امه خطيه هم سكر وضغط وجلطه. ربي لك الحمد لك الحمد والشكر. ربي لك الحمد لك الحمد والشكر. شلون ما تعلمت عليه؟ المرض دمرهم، تغربت على مودهم. يعني اذا ما اطلع للعمال انا ما اوكل جهاز. يوميا تجي ترى انت جوعان، ترى انت ان شاء الله ما ينساك. لا حش على ربك، الله ما يكفيك. كل شهر يجيك راتب معاش. الحمد لله عندي وقت خير. وحق الحسين وما كذب عليكم جديه. معاش يبحث في الأزقة والقصبات عن أناس ذاقوا المر الفقر والعوز. بعد السؤال والبحث عن حالات متعففة صراحة وجهونا إلى حالة، يعني حالة إنسانية، رجل عنده عجز كلوي يسكن في هذا البيت. فاليوم راح نشوفه، نشوف يستحق المعاش اللي نقدمه. الله يعمر بيته ان شاء الله. صراحة حتى ما اعرف ابو من، سال عليه من. صل على كل حال. السلام عليكم. احنا قناه الفرات الفضائيه. حج موجود ان شاء الله مو؟ زاد فضلك، جزاك الله خير. يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حجي؟ شو اخبارك؟ شنو وضعك؟ الله يعزك ان شاء الله حجي. الله يسلمك عمي. خليك يا طيب، رمضان كريم علي الجميع ان شاء الله. الله يسلمك حجي. الله يسلمك. شوكم. قواك الله. ابو علي مصاب بعجز كلوي وسكر مزمن، هذا اللي سمعناه من الناس الخيره اللي وصلتنا اله، وقدرنا نوصل ونقعد وياه على بساطته او على فطرته او نسمع كلامه اللي يوجع القلب. ايش قد عمرك ابو علي؟ انا عمري 53. 53 سنه. اي 53. هسه بعدك شباب يعني. بس امر رب العالمين بعد شباب. نعم بالله. السكر اذاك هواي. اي والله السكر اذاك. قبل وين كنت تشتغل؟ والله عمي كنت اشتغل، قبل كنت اشتغل سايق شفل انا. سايق شفل؟ اي ايام شبابي من خلصت العسكريه على الشفل ذبيته سايق شفل. طلعت للاردن فتره. اها. والعراق هنا فتره. بالاردن اشتغلت؟ اي اشتغلت بالاردن. قد طولت هناك؟ تقريبا سنتين. سنتين. اي من 2003 ل 2006 هيك. بس عجيب، بس هذا المرض هدك. اي والله عمي. يعني سايق شفو سايق عالياتك. ايه كبيره. اي هدني. ها؟ اي والله هد. ذبك المرض. اي هسه ما اقدر حتى اوقف انا. اي وقفه ما اقدر اوقف. تتحسف على ايام شباب قبل؟ الحمد لله والشكر عمي. لازم هي رساله واحد يؤديها وتنتهي كل شيء بعد. شنو هي الرساله؟ هي رساله الحياه. شنو؟ ركضنا على مود الجهاله وهاي بعد انتهينا. وهذا التكليف؟ هو هذا التكليف، نسوي شنو؟ أيه. مستوانا هذا. ولدك بالمدرسة؟ ولدي بالمدرسة. من عندهم ثلاثة مدرسة. زين، ايش تتمنى يصيرون؟ شنو طموحهم؟ تداعمهم، تساعدهم؟ والله أنا ما بقصر عنهم، يعني باذل كل جهدي بسبيلهم. ودمرت بسبيلهم هم. دمرت؟ أقول لك دمرت بسبيلهم أنا. المرض دمرني بسبيلهم هم. تغربت على مودهم. ولدك شلون هو وياك؟ والله لا الحمد لله زينين. زينين؟ اي. عباس انت شفته. ايه. وعلي خطيه عين وحده. عليهم ضربته مروحه بالبيت وراحت وحده من عيونه. هسه خطيه هو قاعد يشتغل لاخوته.
أم عين واحدة. عين واحدة؟ إيه والله. تألمت عليه؟ شلون ما تألمت عليه؟ يعني شثمت في عينك؟ أكيد أكيد. أيش تحبهم؟ هو الكبير ابن الكبير. ويشتغل؟ خطيه يشتغل. بط في عينه؟ إيه والله. هو خطيه حمله كل اشتقي. أمه خطيه مسكر وضغط وجلطة. ربي لك الحمد. لك الحمد والشكر. أبو علي. الحمد لله والشكر. أبو علي إحنا عسفين ضوجناك. لا عم لا بالعكس. لا وإحنا غايتنا من فرحك. بس هي الحكي وإحنا قاعدين. أنا مثل ابنك أسمع الله منك. الله يسلمك عمي الله يحفظك. اليوم غايتنا نفرحكم. أنا اللي أدري أنت ما عندك معاش. الله يسلمك. راتب ما عندك. لا عمي لا. واليوم جايبين لك معاش. الله يسلمك عمي الله يوفقك. ونفرحك بيه. الله يكثر من أمثالكم كثر خيركم. الله يجزيك بالخير الله إن شاء الله. اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج معاش قناة الفرات الفضائية. سي عباس تفضل. بس السلام عليكم. وعليكم السلام عمي حفظك الله الله يسلمك عمي. استريح استريح عمي استريح. استاذ عباس من الوزارة هناك جاي ناخذ معلوماتك وان شاء الله يصير لك راتب. هذا الراتب يعيلك هم بالعلاج يساعدك. الله يوفقك عمي الله يرضى عليك. الله يعطيك الصحة. الله يسلمك عمي. استاذ عباس تعقد مكاني تعقد مكاني حتى تاخذ معلومات ابو علي. انا بقيمكم هناك قريب. Thank you.